السلام عليكم. كنت عملت واحد الفيديو الاولاني يودي عندي مشكل مع ام كلثوم الهلالي عايشه في بلجيكا. طلعت بحالها في 2013، ملي طلعت بحالها عمري ما شفتها في البارتمان ديالها، ساكنه فوق مني انا ريتشوسي وهي بريمير ايتاج. طلعت بحالها، ملي طلعت بحالها من تما ما شفتها. هادي دابا 2013 يوقع لي معها الصداع. دابا عندنا لي العائلة ديالها تما، عندها العائلة في الرباط، عندها في كازا، عندها في مراكش، عندها في طنجة. تما كتصيفتهم كيخلوني بلا نعاس، بالنهار ما كيعملو والو، بالليل كيجيو من 10 ل 11 بالليل كيبقاو بيضربو تما عليا طال الصباح، طال 6 7 8 الصباح. دابا ما ولين حتى المرا ديالي، ماشي غير انا كنت عايش بوحدي قبل ما نجوز، بقى لي مع الصداع مع هاد السيده هادي. ما بغاتش توقر، ما بغاتش تحشم، ما بغاتش زعما تخلى على هادشي. صافي، واش عنصريه ولا ماشي عنصريه؟ لا علم الله، وانا كسيني ما بغاتش تخلي. دابا الاهل ديالها كيتبعوني كان وقف كيتبعوني بالطونوبيرات وعارفين كيتبعوني. والسيمانة هذه اللي فاتت وقفنا انا والمرا، جاو عندي جوج قالوا لي يا ودي الحاج طلع نوصلوك. انا ما بغيتش، قلت لهم تبروا الطريق ولا لا، حتى ماشي طاكسي باش غتبلع. ما راهم مشاو بالجن. دابا هاد الناس هادو كيقولوا انا ماشي طبيعي، انا ماشي، انا حماق، انا راجل كبير، انا هذيك. هذا سيدي قوس البارح، قوس هادي يومين، قوس عن الطبيب ديال العقل. ها هو قوس الطبيب العقل ديال المخ، قالوا لي اللي بيقوتي في الراس ديالي السلوكه وهذيك، قلت معاهم صعب الله رب. قوزوا كاع كل شيء، الطبيب قال لي ودي اللي كيقول لك حماق هو الحماق. سام راسك ومخ ديالك نورمال، ما فيك حتى شي مرض، ما انت طبيعي 10 على 10. واللي كيقول لك انت حماق هو الحماق، هي قابلني معاه، واللي عنده شي طبيب يقابلني معاه. هاد الطبيب هذا هو سيدي في طنجة، وهذه ماشي اللي قوزوتي كاع. هادي ماشين كاع لي كوزو لي عطاو لي، قال لي انت عندك العقل ديالك 10 على 10، اللي كيقول لك حماق هو الحماق. قال لي حنايا كنمشيو على لي ماشين، قال لي كنشوفو ما نعرفوش شي بنادم حماق هيدا. قال لي في لي ماشين العين واش حماق، واش في عقلو المخ ديالك مزيان 10 على 10. وهاد الناس هادو الصفعة الثانية، الصفعة الثالثة، الصفعة الرابعة. دابا هما هاد الناس هادو كيف يعملوا فيا شي حاجة؟ واش يخطفوني في الطونوبير ويدوني للغابة ويذبحوني ولا العالم الله واش في الراس ديالهم؟ كيبغيو يلصقوها للمرا ديالي. هاد السيده اللي مجوز بيها كيقول عندك راجع، كتقول البوليسيه هادي بغات تقضي عليه، راه عندها صاحبها وما نعرفش مني وما نعرفش مني. كيبقاو هذيك باش يجبروا واحد الحال المرا ديالي، يمسحوا فيها الجريمه هادي اللي غادي يعملوا معايا انا ولا معاها هي، فهمتي؟ كيبغيو يمسحوها في هاد السيده ديالي. السيده ديالي ما كتبغي فلوس، ما كتبغي حتى شي حاجه، كيعجبها تلبس وساريها فقط، فهمتي يا سيدي؟ وكيقول لك اودي كيجي عندي العائله ديالي من الريف، انا ما كنعرف الريف، ما جلست ما خلقت في الريف، ما كبرت في الريف. كيقول لك يهدوني من الريف، انا عمرو شي عائله ما جا عندي من الريف. سيرة يا ابني ما كذا، ما كتهددنيش بدارها بفلوسها ولادها كاع في الخارج لاباس عليها.
هاد الناس هادو كيحوسوا شي حال يعملوا لي لي انا باش يقتلوني باش يسميوها فهاد السيده ديال السيده ديالي باريه. هاد الناس اللي عندي معاهم المشكل هما هادو اللي ساكنين فوق مني هما اللي عندهم الحال واش غادي يعملوا معايا فهمتي. والطونوبيرات كل مره تبقى في الطونوبيره كل مره توقف تما الطونوبيره راه ما بقاتش هذيك عماره ما بقاتش كيجيو يدخلوا تما وكيجيو غير بالليل بالنهار خاويه ما تسمعش شي حس بنادم ولا ديال حدا وشي حاجه هي تما 10 بالليل 11 الليل وهما يدخلوا صافي. وانا كنطلب المدير حق العام ديال طنجة الا وقعت لي شي حاجه راه ما عندي العداوه حتى مع شي واحد لا مع مرتي ولا مع اللي عندي هما معاهم هما اللي كيتبعوا فيا عندهم في راسهم غادي يعملوا شي حاجه. دابا انا كنطلب من المدير الحق العام ديال طنجة زعما يشوف كنطلب من السيد الحموشي راه عملتي معايا الواجب الله يجازيك بخير بزاف فعملتي كثر المجهود ديالك ولكن ثاني ولا وقعت لي شي حاجه راه هما اللي تمسح المسؤوليه ديالهم هما هذوك اللي ساكنين فوق مني راه عاملين بغاو يعملوا شي حاجه اللي هي خارجه القانون باش يفضيو معايا. هذاك الشيء اللي قالت لي زينب وحده فاميليا ديالها قال لك كان عندنا الحال ساهل قالت للمراه قالت لهم فضيو معاه ولك تايني جيتينا في الطريق للمراه من البركو قال جيتينا في الطريق هي من الحرام وهذيك كتزبل في المراه ديالي زينب فهمتي. عاش الملك عاش الملك الله ينصرك اسيدي الله يطول لك ربي في العمر المغاربه كامله مالكنا صافي.